مش مسموح جديد، والمكتوب بنقرا من عنوانه لترينج بالصحراء او رمي الاوساخ بالصحاري او خلال الكامبينج معقول تعملون، which is something very very bad. مش مستحب ابدا وقت تكونوا بالطبيعه انه انتم تقضوا الوقت الحلو وتنبسطوا. اكيد مش عبعمي، ما عم بحكي عن الاشخاص بيعملوا هذا الشيء، تعملوا الباربيكيو او الكامبينج تبعكم تتركوا الاوساخ وتفلوا، حرام، لانه هالطبيعه هي الشيء الوحيد بعد باقي لنا، اذا كانت صحراويه، اذا كانت ثلجيه، اذا كانت خضره، اذا كانت بكل اشكالها هي مميزه على البحر. لازم دائما نحن ننتبه، اولا نخليها حلوه مميزه، وثانيا اهم شيء كمان مشان موضوع الحرائق، لانه كتير اوقات من الاوساخ والترسبات وبقايا الباربيكيو بيعملوا حرائق وبنفوت مشكل اكبر بكتير. هذا كان مش مسموح. Enjoy your time cleanly.